وعن آخر أخبار المال والأعمال من نشرة السادسة. نشرة السادسة أنباء الاقتصادية فيها مع سوء عماد الفضالي. شكرا لكما إيمان وأميرة، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة. بلغ المتوسط اليومي لإنتاج حقل ذهر من الغاز الطبيعي في عام 2022-2023 حوالي 2.4 مليار قدم مكعب ونحو 3700 برميل يوميا من المتكثفات. هذا وتخطط الحكومة لدخول البئر العشرين الإنتاج نهاية أكتوبر المقبل كجزء من الإجراءات للمحافظة على معدلات الإنتاج. يأتي ذلك وسط فرص واعدة لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز من خلال تطوير وتحسين كفاءة العمليات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف. وننتقل مع حضراتكم إلى نيويورك لنقل كلمة وزير الخارجية سامح شكري أمام قمة أهداف التنمية المستدامة بالأمم المتحدة. حزمة التحفيز التي اقترحها السكرتير العام والتي عكست بوضوح حجم الأزمة والتحرك المطلوب، كما يجب اتخاذ خطوات فورية لتعزيز قدرات بنوك التنمية متعددة الأطراف على تقديم التمويل التنموي اللازم وفقا للأولويات الوطنية للدول النامية وتنفيذ التزامات الدول المتقدمة، بما في ذلك دعم التحول العادل نحو النمو الأخضر في إطار المسؤولية المشتركة ومتبانية الأعباء، وتفعيل ما اتفقنا عليه في مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ بشأن صندوق الخسائر والأضرار. ولا نتصور كذلك النجاح في تحقيق أهداف التنمية إذا لم نجد حلولا شاملة ومستدامة لأزمة الديون العالمية في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. السادة الحضور، على الرغم من التحديات الراهنة وإعمالا لمبدأ الحق في التنمية، لم تدخر مصر جهدا في تنفيذ أجندتها التنموية رؤية مصر 2030، بما في ذلك مبادرة حياة كريمة التي تخاطب الأهداف 17، كما تضع مصر حاليا نصب أعينها أولوية التركيز على التنمية البشرية بالتركيز على الصحة والتعليم وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحفيز مشاركة القطاع الخاص ووضع معيار محدد لحد من الفقر بحلول 2027، حيث تستهدف مصر لتحقيق هذه الأولويات إتاحة البيانات اللازمة وتوطين أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن بحث وتنفيذ سبل تمويل أجندة 2030. في الختام، تؤكد مصر أنه إذا ما توفرت الإرادة السياسية اللازمة فإن الفرصة ما زالت سانحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق تطلعات. وعودة من جديد مع حضراتكم لاستكمال جولتنا الاقتصادية في نشرة السادسة. انطلقت فعاليات المؤتمر الخامس للتأمين وإعادة التأمين بمدينة شرم الشيخ، ويشهد المؤتمر مشاركة نحو 1000 شخص من قادة صناعة التأمين في كبريات شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية، بالإضافة إلى عدد من قيادات السوق القائمين على صناعة التأمين في مصر. وإلى أخبار البورصة، حيث أنهت تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع وسط تداولات تجاوزت 2.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه. وإلى مؤشرات البورصة، حيث ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 42% ليغلق عند مستوى 19751 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 94% ليغلق عند مستوى 3890 نقطة. وصعد أيضا مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 73% ليغلق عند مستوى 5724 نقطة.
انخفضت صادرات السعودية من النفط الخام في يوليو الماضي إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عامين، وانخفضت صادرات أكبر مصدر للنفط في العالم إلى أكثر من 6 ملايين برميل يومياً، متراجعة 11.6% عن كميات الشهر السابق، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو 2022. وخفضت السعودية إنتاجها بشكل كبير في يوليو، وهو أكبر تخفيض منذ سنوات، علاوة على اتفاق تحالف أوبك بلس الأوسع على الحد من الإمدادات حتى عام 2024. انتهت جولتنا الاقتصادية، وعودة من جديد إليكما إيمان وأميرة. شكرا لك شروق.